بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفال الصغار مستوى التمهيد الأول، مرحبا بكم في قناة مجموعة مدارس تجربة الخصوصية. اليوم سنتعرف على صوت الشين، لكن قبل ذلك لا بد من قراءة أيام الأسبوع. إذن أيام الأسبوع سبعة، وهي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. كما تلاحظون وضعت السهم هنا في الاثنين، إذن اليوم هو الاثنين. إذن نقرأ جميعا تاريخ اليوم. تاريخ اليوم هو الاثنين، 6 أبريل 2020 ميلادية. إذا الحرف الجديد اللي غنقراو هذا الأسبوع هو صوت الشين، صوت الشين، صوت الشين. إذا هنا لدينا صوت الشين في أول الكلمة، صوت الشين في وسط الكلمة، صوت الشين في آخر الكلمة. إذا نقرأ الجملة: العش فوق شجرة المشمشين، العش شجرة المشمشي فوق شا شو شي شا شو شي شا شون. نعيد مرة أخرى: العش فوق شجرة المشمشي، العش شجرة المشمشي فوق شا شو شي شا شو شي شا شون. إذا نقرأ حرف شين مع الحركات القصيرة: شين فتحة شا، شين ضمة شو، شين كسرة شي. الآن الحركات طويلة: شين فتحة وألف شا، شين ضمة واو شو، شين كسرة وياء شي، شين فتحة شا، شين ضمتين شن. ثم نتعرف على الكلمات المتضمنة لحرف الشين في وضعيتها الثلاث. هنا حرف الشين في أول الكلمة، هنا حرف الشين في وسط الكلمة، هنا حرف الشين في آخر الكلمة. إذا نقرأ الكلمة الأولى: شيتة، شيتة. هنا الشين جاءت في أول الكلمة. منشار، الشين هنا جاءت في وسط الكلمة. مشمش، الشين هنا جاءت في وسط الكلمة، مش فوقها سكون، مش مشون، شون جاءت في آخر الكلمة. إذا الحرف الجديد كما قلت لكم أصدقائي هو حرف الشين. حرف الشين يشبه حرف السين الذي قرأناه من قبل، فقط حرف الشين لديه ثلاث نقط فوق. إذا هذا هو حرف الشين، هذا هو حرف الشين، سنقرأه هذا الأسبوع إن شاء الله وسنكتبه على الدفتر. شكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء.